السلام عليكم ورحمة الله. أنا سميتي إدريس بوجمعة كاتب فرع حزب الاستقلال بسيدي حرازم كنزكي الأخ الدكتور علال العمراوي على دائرة فاس الجنوبية وسكان جامعة سيدي حرازم كلهم كيزكيو هذا الدكتور لأنه شاب طموح عنده إن شاء الله واحد الرغبة وواحد النية باش يخدم إن شاء الله المنطقة ككل دائرة فاس المدينة والنواحي ديالها إن شاء الله، لأن حزب الاستقلال جاب واحد البرنامج برنامج هادف وعنده واحد الاهداف نابله وجا واحد البرنامج طموح اللي غادي ان شاء الله ما غادي ان شاء الله ما ينساش الفئات المهمشه وما ينساش جميع السكان اللي كيعانيو من التهميش، لانه كانوا ناس اخرين في نفس المسؤوليه وما قاموش بالواجب ما قاموش ما عملوش مع الناس اللي كخصو يتعمل، لكن هاد الناس ان شاء الله ثقتنا فيهم وثقه ديال السكان سيدي حرازم على اساس انهم يوصلوا صوتهم للجهات المعنيه ويوصلوا لهم، لان كاين فئه كتعاني من الماء كتعاني من السبيطارات لان كيوقع درجه الحراره وكيكونوا عندنا لساعات عقارب وما كاينش مستوصفات ما كاينش مسائل اللي غادي تنخد هاد الناس لما كانوا على راس المسؤوليه ما كاين حتى واحد ما كيسمع، لكن حزب الاستقلال دائما كيكون مع الساكن ديالو دائما كيستجيب للساكنه ديالو، لذلك حنا كندعموا الدكتور علال العمراوي سكان جامعه سيدي حرازم كامله كندعموهم باش يصوتوا على الاستاذ على الدكتور علال العمراوي لانه رجل ثقه ورجل طموح هو ان شاء الله اللي كنشوفوا فيه ذاك الممثل الحقيقي ديال حزب الاستقلال. لهذا انا كحزب كممثل ديال حزب الاستقلال ككاتب فرع كنصح وكنطلب منكم سكان ديال جامعه سيدي حرازم باش تصوتوا لنا على حزب الاستقلال على رمز الميزان، غادي ديروا علامه هكذا على اللائحه المحليه ثم علامه اخرى على اللائحه الوطنيه، وثقتنا في الله تعالى وثقتنا فيكم انتم والسي علال العمراوي والاخوه اللي كاينين معاه راهم ان شاء الله ما يخيبوش الظن ديالكم، وهذا املنا واملنا في الله كبير وكنتمناكم ما تخيبوناش يوم 7 اكتوبر تكونوا ان شاء الله عند المسؤوليه. والسلام عليكم.